طبقه ديال نشارك معكم البنات حسوه صحيه وزوينه. المهم انايا دابا غادي نديرها بالجلوتين وبدون جلوتين. هذا هو الخرطال الشوفان. المهم عنده جوج سميات، الشوفان الخرطال، راه صحي البنات زوين. كنقرص به انا الخبز ولا كنديرو لداخل في العجينه ولا هكا حسوه. للاسف هو كاين بزاف ناس كيغلطوا في الخرطال او الشوفان، كيسحبوه بدون جلوتين، ولكن ها انتم راه مكتوبه فيه، راه فيه جلوتين، ما فيش غير الحساسيه ديال الحليب هي اللي ما فيش. هو في الاصل ديالو ما فيهش الجلوتين، ولكن كيكون ملوث بالجلوتين في الحقل ولا في التوانت. ما غنحلو معكم. كيكون ملوث اما في الطحن ديالو ولا حيت كاين فيه بزاف الانواع وبزاف الاشكال. هذا ها نتوما شوف كيفاش داير، هذا شويه غليظ ومسطح، كاين اللي غلط منه. المهم هذا هو الشكل ديالو، هذا ديال البرت هاين، كاين في ليدل في الدي في كلشي. الجميله غلات بزاف، دايره فيها غير الماء هنايا من قبيله كنفكر، ولكن لا قلت غادي ندير ديالي بدون جلوتين بوحدو وبالجلوتين. علاش؟ حيت هذا رخيص، راه 45 سنت كيسوى، وديالنا حنا راكم عارفين الثمن ديالو. هيدا غادي ندير ديالهم هما. المهم هذا كليكم بالجلوتين هو اللي غادي ندير هنايا ان شاء الله. هذا ديالي بدون جلوتين، غنشبط واحد المعلقه. شي بنات قال لي كتنسي جلوتين وتنسي بدون جلوتين. المهم هذا كنخلي فيه الورقه ديالو، هذا ديال البرت هين، هذه الماركه ديال البرت هين في غايفان جليتا، داكشي باش كنعقل عليه. شوف هذا كيفاش داير، هذا بحال شويه مطحون، هذا شويه رخيص، هذا ديال البرت هين في غايفان جليتا الماركه، حيت ما حيت الغلاف، ولكن كنخلي هذه باش نعقل اين هو تاع اش من ماركه. هذا عرفتو دابا تاعش، وهذا شوف كيفاش داير، هذا ديال شار، هذا الماركه ديال شار، هذا شوفوا كيفاش داير حتى هو. داكشي قلت لكم راه كاين بزاف الانواع. ها انتوما هذا شويه غليظ ومغلوق شويه عليه، اذا هو اللي غادي ندير ان شاء الله. هذا غنخلي الخبز ولا، وهذا هو اللي غادي ندير حسوه ياك. انا غادي ندير هنايا نشوف المتاع ديالي باقا ما دارش، حيت قلت لكم غالي الثمن، وغندير الحليب ديالي بدون لاكتوز. اذا اللهم نديرو هنا بدون جلوتين بدون لاكتوز، وهنا غنديرو بالجلوتين والحليب العادي. اذا هاد الحسوه البنات كتجي زوينه وكتجي بنينه وكتجي وسهله وصحيه. غندير غير جوج معالق، غنشوف صافي جوج معالق، غنزيد واحد شويه، ها هما صافي جوج معالق ونص. نغطي باش ما يطير والو بينو ما درت هذا، وغندير هذا اللي قلت لكم العادي ديال ولادي، غندير ليه بحال هكا صافي، حيت كيختار. صافي غنخليه دابا يطيب. ندير الملحه، وهنا ثاني ندير الملحه صافي، ونخليه شويه حتى يطيب. غادي ندير واحد الحبيبات ديال الحلبه حب رشاد، انا غادي نشبكهم. صافي هو بدا كيطيب الصيام وما كيدير، انا قبيله انا كنقلب على الحلبه هي راه حدايا وانا كنقلب. المهم خديت غير شي شويه باش ما يعيقوش الدراري، ما نقجرش عليهم. خديت السانوج طري شي حبيبات تاع الحلبه وحب الرشاد. اذا غندير شويه عندي هنايا، راه كلشي خصني بحالي بحالهم صافي، والباقي درتو هنا،
ونخليه يكمل الطياب ديالو. انا لصق ليا داكشي غير ف هنا صافي، راه فيه ساعة كيطيب، غير انا غنخليه زعما باش يتجبن مزيان، غندير فيه الحليب نخليه شويه، وهانتوما المهم كتشوفوا معايا. غادي ندير دابا واحد نقيطه ديال الزيت، زيت العود هنايا وهنا، غير نقيطه ماشي بزاف. ما بغيتوش ديروا الحليب ما ديروهش، اختياري، يبقى ديروا غير بحال هكا. نغلط الحليب بدون لاكتوز، غنديروا اللي عندي انا. كاين اللي كيطيبوا الاوروبيين كيطيبوه ديريكت من الاول في الحليب، او كيديروا غير في الميكروويف مغنطرون، ولكن لا ديك بسرعه سرعه. صافي انا درت الحليب هنايا، ما تغطيوهاش كامله، انا يلا فاضت ليا نسيت غطيتها، هبطت الغلاقه كامله حيت فاش ما بغيتش الجلوتين يطير هنايا وفاضت، اذا تخليوها شويه ما نسلبهاش كامله. والحليب العادي غادي نديرو هنايا، صافي كتجي زوينه كتجي مجبنه، ونخليها تختار. صافي على هذا الشكل، غنزيد واحد شويه ديال الزعتر، بغيتو ديروا الماء ديالو، بغيتو الا عندكم مطحون ديروه، شي مره اللي عندي الورق وما بغيتهمش يهقوا به كنديروا في الماء طيب وكنصفيه هذيك الساعه. انا عندي مطحون على هذا الشكل، ندير غير شويه، ما عرفت واش كلشي غادي يبغيه. صافي هكا وليا انا، صافي انا حيت باقي عندي الوقت، مازال المغرب باقي قريب، باقي عليا الحال، غنخليها دير على خضرها. صافي تقريبا قريبه ها الحسوة سالات، شوربه بديل كتجي في الصباح هكا في الفطور ديال رمضان نهار العيد ان شاء الله، ها هي كتجي زوينه خاطره. اللي بغى يزيد فيها الحليب يزيد، باش نفرق بيناتهم هانتوما، هذا ملو درت ديالو، هذا انا غنحط باش نصورهم لكم جوجهم، هادي بالجلوتين هي هادي. اللي بغى يزيد الملحه، بغى يزيد البزار، بغى يزيد شويه الزعتر، كاين اللي كيبغي زيت العود، اذا ها هي. واللي بدون جلوتين هادي، فرقت بيناتهم بهادو بالمغرف وبالعاشق، ها ديالتي تا انا، هانتوما زوينه كتجي مجبنه تبارك الله، بالعواشق والمغرف باش فرقت بيناتهم. شبت هادو ديال الطوس شحال هادي ما استعملتهم قدام. اذا بلاتي نصورهم ونوريكم كيفاش ندور الكاميرا. اذا ها هما باينين معاكم، ها هي اللي بدون جلوتين، ها هي جات تبارك الله حتى لونها نيت شويه مغموق كما كتشوفوا، وها هي اللي بالجلوتين تقريبا. الا شفتيهم هكا ما تقوليش كاين الفرق، كتجي مجبنه تبارك الله. اذا كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وراها صحيه وسهله.